يعني مباراة كبيرة عملتوها اليوم يعني، بس ما كان الفريق راكب كتير على الصعيد الدفاعي، هذا الأمر كان واضح يعني، خصوصا فقدتوا تركيزكم باللحظات الأخيرة، سبب الخسارة ابتعادكم عن ريتم المباريات أو كان فيكم تعملوا شيء أحسن والظروف يلي واجهتكم بهالمباراة؟ ليك غير أنه بعدنا عن ريتم المباريات، نحن يعني بالحكي بالوسط الباسكت وهيك أنه الكل تقريبا عارف أنه ما رح يكون في بطولة، يعني أبشع مرحلة قاطع فيها حيالله سبورتيف لبناني، هلا في غير بطولات ما بعرف شو عم يصير فيها، بنسمع انه في بطولات عم تمشي في بطولات لا، بس انا بقول لك لعيبه الباسكت نفسيتهم بالارض، غير انه نحن الريتم بدك تعود عليه لانه بتحس خلص هيك فجاه اوت اوف نوير ما بقى في شيء. ان شاء الله القصص ترجع تتغير، انا دائما بتابع بجرب كون بوزيتيف، اكيد هذا بياثر، نحن يعني بلشنا تمرين مع كوتش مروان، بعدين اجوا الاجانب مش من زمان لتمرنا لعملنا ديونتي، يعني كان خايب لكم اليوم ديونتي هوكس بعيد كتير عن جو الماتش كمان يعني حرام راجع من انجري، ف هارد لك يعني شو بدي اقول، ومبروك للتوينز تاكيو لالك تاكيو.